والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخواني الأعزاء، ندعوكم إلى مائدة الإفطار في أقرب نقطة إلى السماء في المسجد الأقصى المبارك عند قبة الصخرة المشرفة. ندعوكم إلى الإفطار. أهلا وسهلا في ضيوف الرحمن. سبحان الله، من كل بقاع الأرض، من كل الأجناس يجتمعون في هذه البقعة الطاهرة المشرفة. اجلسوا إلى مائدة الإفطار. قال أنت والغريب، أنت واللي بعيد عنك، بس نجمعنا الإسلام. سبحان الله، سبحان الله. اجلس هنا أخي العزيز، هذه مائدة الرحمن، لا فرق بين غني وفقير. هنا نجلس وهنا نفطر مع بعضنا البعض. اهلا وسهلا بضيوف الرحمن. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. وده اللايب.